تواصل مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات، نتواصل بهذه التحديات هنا وانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام هذا الأداء وشوطنا الثامن الخاص بالزمول. المهجنات الأصايل هنا أيضا لأبناء القبائل بهذه الانطلاقات والتحديات الصباحية الجميلة. أسماء أيضا تتواجد، أسماء لها وزنها وثقلها هنا على أرضية هذا الميدان بانطلاقاتها وتحدياتها وسجلها المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام ونتابع صدارة هذا الشوط، ننطلق مع المقدمة مع جزيل هنا المنطلق بالتحدي هنا والإثارة لسيف بن سالم بن سعيد بن صبح بن جاسم المسافري من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. أشقر يأتينا في المركز الثاني، محمد بن خلف بن خادم الرميثي منطلقا على المركز الثاني، ومبشر في المركز الثالث مايد بن عبيد بن مبارك بن حول الحارثي من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع شايم حمد بن محمد بن بطي المنصوري من يأتينا على المركز الرابع وخامس. مراكزنا المنطلق هنا ايضا ضاري عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي من ياتينا بضاري هذه الانطلاقه والتحدي الجميل. ارى الوصول من الغزال عمر بن علي بن بخيت المسافري من ينطلق على سادس المراكز، ومروح وصل محمد بن عبيد بن يميع السبوسي من قدم بمروح بهذه الانطلاقات على المركز السابع، بينما المركز الثامن والقادم هنا ايضا اشقر على المركز الثامن علي بن حمد بن سيف بن الاصلي الشامسي، وفي المركز التاسع ياتينا شاهين في المركز التاسع هنا وانطلاقة غدير بن محمد بن خميس بن هندي المهيري من ينطلق هذه اللحظات هنا على المركز الثامن وتاسع. مراكزنا او هناك نعم في المركز الثامن المركز التاسع المركز العاشر المفتي لناجي بن عويضه بن محمد بن حسن الكربي. هذه هي النتائج للمراكز العشره الاولى بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزه مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود هنا بهذا الانطلاق هنا نتابع الانطلاق، نتابع جزيل، من غير على الصدارة هنا وانطلق لازال على المقدمة. جزيل لازال على المقدمة وعلى المركز الأول لسيف بن سالم بن سعيد بن مصبح بن جاسم المسافري هو المنطلق بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول. مبشر في المركز الثاني مايد بن عبيد بن مبارك بن حول الحارثي هو المنطلق على المركز الثاني، والمركز الثالث أشقر يأتينا على المركز الثالث، محمد بن خلف بن خادم الرميثي منطلقا على ثالث مراكزنا بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. هناك القادم شايم لحمد بن محمد بن بطي المنصوري، وبالأسولي يقدم لنا أشقر علي بن حمد بن سيف بن الأسولي الشامسي على المركز الخامس وسادس. مراكزنا ضاري هنا المنطلق عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي، والقدوم من قبل شاهين غدير بن محمد بن خميس بن هندي المهيري هنا على سابع المراكز، وفي المركز الثامن والمنطلق على المركز الثامن شاهين عبد الله بن مسلم بن علي العامري من ينطلق على المركز الثامن، وفي المركز التاسع مروح محمد بن عبيد بن يميع السبوسي بهذه الانطلاقات على المركز الثامن، وفي المركز التاسع المركز العاشر والقادم المفتي ناجي بن عويضة بن محمد بن حسن الكربي منطلقا على المركز العاشر. هذه هي
النتيجة للمراكز العشرة الأولى، للعشرة المراكز الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات هو الإثارة المتميزة. نعود مشاهدينا الكرام نبشر من انطلق القادم هناك من عاصمة الميادين، ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يتسلل إلى صدارة هذا الشوط القادم من عاصمة الميادين لماجد بن عبيد بن مبارك بالحول الحارثي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ركز يا أبو مبارك، ركز بهذا الانطلاق. أهالي مدينة بنياس يبون سلام أيضا بهذا الأداء مع مبشر وانطلاقته وتحدياته الجميلة. المركز الثاني، المركز الثاني جزيل في المركز الثاني، هنا من ينطلق بتحدياته، هنا سيف بن سالم بن سعيد بن مصبع بن كاسف المسافري وأشقر محمد بن خلف بن خادم الرميثي، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا يأتي بن هندي أيضا مع شاهين غدير بن محمد بن خميس بن هندي المهيري القادم، وهناك يأتي شايم محمد بن محمد بن بطي المنصوري. والكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير هو الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. مبشر 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 المنطلق بالصدارة، المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول، مبشر لمايد بن عبيد بن مبارك بالحول الحارثي المنطلق بصدارة هذا الشوط، المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول. جزيل في المركز الثاني، سيف بن سالم بن سعيد بن مصابع بن تاسب بن مسافري، من يأتي على المركز الثاني بهذه الانطلاقة هو التحدي الجميل. الله الله، تحديات ثنائية، تحديات ثنائية، الله بين أهالي رأس الخيمة وبين أهالي بنياس بالعاصمة أبو ظبي. يسلام التحديات، ولكن ضاري يتسلى جزيل، جزيل يتسلى رويدا رويدا، جزيل وهناك مبشر، جزيل ومبشر، جزيل يتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول هنا وصدارة هذا الشوط. جزيل العطوية ينطلق بالأداء المميز الجميل. الله الله، سيف بن سالم بن سعيد بن مصبح بن تاسب المسافري، سلام راس الخيمة، سلام سلام جلفار، سلام على هذا الأداء المميز الجميل لجزيل. تهانينا، تهانينا لسيف بن سالم بن سعيد بن مصبح بن تاسب المسافري على هذا الفوز المميز. مبشر في المركز الثاني لمايد بن عبيد بن مبارك بالحول الحارثي، وعلى المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام أشقر حلا ثالثا بهذه الانطلاقة هنا لمحمد بن خلف بن خادم الرميثي، ويأتي المفتي لناجي بن عويضة بن محمد بن حسن القربي، وهناك أشقر لسلطان بن مسلم بطير العامري، من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود هنا بانطلاقة جزيل وتحدياته بثمان دقائق ثلاث ثواني ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس لسيد سيف بن سالم بن سعيد بن مصبح بن جاسم المسافري على هذا الأداء. أما على المركز الثاني فحل مشاهدينا الكرام مبشر قدم عرض يشكر عليه، ثمان دقائق ست ثواني ثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمايد بن عبيد بن مبارك بالحول الحارثي. أما أشقر من أتانا بثالث المراكز وتحديات لمحمد بن خلف بن خادم الرميثي قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا أيضا ثمان دقائق خمس عشر ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.